حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم عليهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. لا حقصدك يا فرح الفتحتين. وصية معلوم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإذا فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أو ما لم تمسوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيكم. فضل سيدي حافظوا على الصلوات. اللي بعد فضل. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بارك الله فيكم. خلاص. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء
النساء ولا النوم إن طلقتموني أكلم فوق شفة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم والله بما إن الله بما تعملون بصير. فضل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين. ايش هي الصلاة الوسطى يا جماعة؟ العصر. العصر ولا الصلاة؟ السيدة عائشة تقسم أنها صلاة الصبح. وابن مسعود يقول صلاة العصر. ولكن الأرجح هو صلاة العصر وهذا عند المالكية. ليش؟ استدلوا على هذا بخصوص أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، يعني كأنما فقد أهله. أنت تفوت صلاة العصر متعمدا أو زادة أحاديث ثانية. لا صحبوش، ولكن استدلوا به المالكية على كونها هي صلاة العصر، لكن السيدة عائشة هي أفقه وهي أكثر فقه من الصحابة تقول بأنها صلاة الصبح. على كل حال هي أخفاها المولى عز وجل، مش الإنسان يحافظ عليها في كل شيء. صلاة الصبح. أثقل مش أصعب. أثقل صلاة. وهذه استدلت به عائشة. تقول يا النبي يقول أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فاستدلت عائشة بأن المراد بوسط الناس صلاة الصبح. على كل حال هو اجتهاد، ولكن الإنسان يحاول يحرص عليهم كل شيء يكون في المسجد وهذا الأولى. تفضل سيدي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. تفضل سيدي بارك الله فيك. ارفع صوتك. ماشي. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة بيده عقدة
إيه؟ وأن تعفوا ولا تنسوا ولا تنسوا الفضل بينكم. مش الفضل، الفضل. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله عزيز. إن الله بما تعملون. إن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك. تفضل سيدي. عفوا. اشتروا لي. اشكون يكمل لنا اشتروا لي. هاي شكون حافظ؟ حافظوا على الصلاة. قرب لنا شوي ولا السوق وحده منها. حافظوا على الصلوات. حافظوا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم أو خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه الى ازواج الى الحول غير. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواج الى الحول غير. متاع. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا متاع وصيه الازواج متاعا الى الحول غير اخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. كذلك يبين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بارك الله فيك. أنا ديما نحاول نشارك معك وراك شوية بزاف كي تبدا القراءة نتاعك واضحة وبينة. هاي سيدي مع بعضنا نعطيو بعض من الدرس.